موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اعتزامها استعادة ما تبقى من أراضي البلاد الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية في الشريط الحدودي بمنطقة الفشقة بولاية القضارف. أقل نائب رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن عبدالله البشير خلال استقباله قافلة مساعدات غذائية قدمتها شركة من القطاع الخاص إن القوات المسلحة ستظل سدا مانعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيها. قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس إن عملية التحول الديمقراطي إذا لم تتم في السودان ستنتهي كل الجهود المبذولة إلى نهاياتها. وأضاف الهادي إدريس أن قضية التحول الديمقراطي في السودان مرتبطة بقيام المؤتمر الدستوري والانتخابات. توسعت رقعة الاحتجاجات في الجنينة بولاية غرب دارفور حيث دخل الاعتصام يومه السابع، ويطالب المعتصمون بإقالة الوالي محمد الدومة ومحاسبة المتورطين في أحداث الجنينة التي أودت بحياة أكثر من 100 مواطن. وصلت مطار الخرطوم أمس طائرة عمانية تحمل 5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد السفير العماني بالسودان علي بن سليمان الدرمكي التزام بلاده بتقديم الدعم للشعب السوداني من أجل التغلب على جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الدفعة الخامسة التي تقدمها حكومة سلطنة عمان للشعب السوداني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.